بيروخي ما بقيم عم أتعلم براشات ري اللي علون شمات موشي بن لطيفه روح عشان شمت النحيل وبكنعدن. الباسوك ببلش بيقول لي ري انوخي نوتين لفنيخي اليوم يوم بيرخا بدي اياك تشوف انا عم بعطي قدامك اليوم بيرخا وكلالا. ما أنا مكتوب برخاء أو كلالا براخا أو كلالا بعطيك البراخا وبنفس الوقت بعطيك المسبة المعنى يعني بوصل المسبة في برخاء وبوصل البراخا في مسبة أوكي منشوف طب أنا بدي أخذ البراخوت شو لازم أساوي إيتا براخا أشيل تشمعو بدك البراخا اسمع الكلام تبع بوري علم وبرمي شلون تجي الكلالا المسبة ذا كلا إم لو تشمعو والكلام تجي واحد ما بيسمع كلامه لبوري علام شوفوا الربوتات شلون إنه مكتوب انه لازم واحد يسايل مزفوت، واحد لازم يتعلم التوراه، بكفي انه بده يسمع الكلام تبع بوري علام ومانه عكشان ومانه عنيد يسمع الكلام تبع التوراه. بس طول ما هو رضيان انه يسمع الكلام تبع بوري علام عشان تشمعوه هي لحالها بتكفي ربوتاي والعكس كمان اذا واحد مثل ما قلنا عكشان اذا واحد ستبرن اذا واحد عنيد ما بده يسمع هلا ليش في ناس ما بدهم يسمعوا؟ كانوا يعني بيعرفوا القيمت بيعرفوا انه حرام يساوي هيك وحرام يساوي هيك اما بيقولوا اذا انا بدي اسمع للحاخامين بدي اسمع للدبريتو رح تغير لي حياتي وانا ماني مستعد وانا ماني جاهز انه حياتي كلها تتغير مثلا واحد متعود انه برمناني ياكل طاري فبتيجي تقول لي هلا انا بعرف بعرف انه حرام مفكر ما بعرف بعرف انه حرام بعرف شو بدي اقول لك انا هيك متعود تجي هلا تقول لي بعد كل سنين انه هي حرام اكله وهي ما حرام اكله وين تيجي هي؟ لما يسمع عالم يسمعوها هلاخا جديده بيسمعوا هلاخا جديده بيقول لك هلأ من جبت لي اياها؟ انا صار لي 40 50 سنه عم بساي هلاخا هلا طلعت لي هلاخا إذا كان بأيميت هي علاقة ليش ما تعلمتها أنا من قبل 40 سنة إذا أنت ما تعلمتها أنا شو دخلني على هي العلاقة هيك العلاقة أما العالم ما بدهم يعترفوا بالأيميت من شان الأيميت ربوطايب بتغير له حياته للزلمة بتغير له السكجول تبع الإنسان هي وين من تشوفها سيفري شعياهو بيركفاف بيحكي بوري علامة مع اليسر راح وبيقول له راع انا رح اخرب البيت المقداش ليش يا بوري عنده عم تخرب بيت المقداش مشان انا بعثت له النبيين نبهتهم نورتهم للطريق وهن ما رضيانين بيقول له اليسرى راع لبوري علام يمكن هلا بيرجعوا بتشوبا اعطيهم كمان فرصه جيف them another تشانس دو اوفر بيقول له بوري علام اليسرى راع هشمين ليب عام هزه قلبهم هالشعب صار سميك تقيل وأوزناف هخبيد ودانو تقال وعيناف هشاع وعيونه كمان مغمضين عيونه مسكرين بين يرأي بعيناف وبأوزناف يشمع والبابو يابين وشاب ورافا له منشان أنا ما بدي إياه إنه يسمع بودانه ويشوف بعيونه منشان إذا شاف بعيونه وسمع بودانه لح يرجع بتشوبه وأنا ما بدي إياه يرجع بتشوبه ليش ما بده اياه بوري على يرجع بتشوفها؟ مشان اعطيتك كم فرصه اعطيتك كم فرصه اعطيتك تعرفوا رب بوتال في بتقول من الشمايم بيساعدوا للزلمه عشر مرات يرجع بتشوفها اذا بعد عشر مرات ما رضي يرجع بتشوفها يور باي يور سيلف يور اون يور اون من الشمايم ما بيساعدوا ليش؟ اتس نوت في يساعدوني حتى ل 100 مره مشان انت تيكينج ادفانتج اوف ذا سيستم انت شو بوري علم لعبه بايدك بوري علام مسبحه بايدك عم تلعب فيه مثل دوحه ترجع بتشوباه ما بترجع بتشوباه شو مفكر بوري علام صاحبك بيقول بوري عالم ساعدك عشر مرات اذا بعد عشر مرات ما بدك ما بدك بوري مية 410 سنين عم بينبهون رجعوا بتشوباه بيت المقدس عشان ينخرب رجعوا بتشوباه رجعوا بتشوباه شو كان يساوي ربوتاي بوقت يشعياه النبي تعلمناها مره بوقت يشعياه النبي وحتى بوقت الياه النبي لما كان بيت المقدس كان النبي يجي يساوي هاوس انسبكشن هاوس انسبكشن مثل ما بدك انت سي او تبع بيتك شو بيجي عندك حمام بالبيسمنت امتى بيساوي الحمام بعد ما ياخذوا سي او كل واحد بيعرف اللعبه بعد ما ياخذوا سي او بيساوي الحمام بالبيسمنت بس هيك كان النبي يجي يساوي انسبكشن بالهاوس يجي يفحص البيوت اذا فيهم عبودازر ولا لا يفوت النبي تفضل تفضل تفضل, تفضل. هون عندي مصحف هون هون عندي سفر توراة هون عندي شعور تفضل الحاخام النبي بفوت كبروخ الشيء ما في عبودة زرام ما في ما في ما في ما في وطول ما هو الحاخام جوا الباب مفتوح بيروح الحاخام ربوتهم طيب. وين مع الإن يسرى على العبودة على الباب من ورا بس الحاخام النبي ما نو شايف ليش مشان له الباب لما يروح قاعد عبود زرا بيقول له اليوم النبي قعد ما تاي التيمبو ساحيم عشان تاي لحد امتى؟ يا بدك تعبد بوري علم يا بدك تعبد بوري عالم شو بوري علم لعبه بايدك بوري عالم مثل ما قلنا دوحل بايدك عم تلعب فيه بيقول له بوري لا خلاص هالشعب صار عنيد هالشعب ما عم بيسمع بودانه وما عم بيشوف بعيونه ومنشان هيك قلبه صار سميك رب وتعالى شوفوا شو المسودات دافيد بيقول لك بيقول لك المسودات دافيد سير يعني يسرى لا هيخبيد اوزناف لبليش شموع اليسرى يسرع راع هو اللي بيسكر الودان تبع الانسان مشان ما يخليه يسمع ليش؟ مشان بيعرف اليسرى رع راع كي راع حوشب بين كشيء ايه بعينيه اذا الانسان رح يشوف الايميت يشوف الضو ويسمع بأوزناف ويسمع بودانه ويبين بالبابو ويفهم بقلبه شلو عسى التوب انه ما مشي بطريق منيح ويعسى امكان تشوبه برجع بتشوبا بيرجع بتشوبا يا راع خسر الكوميشن ديكو كوميشن يا راع خسر الكوميشن اربوتاي آه واليا راع بيشتغل بس على الكوميشن هاد كم زبون عندي باخذ اكثر كوميشن عليه هذا الزلمه يرجع بخسره كزبون مشان هيك خلي ودانه يكونوا دائما دائما بسكر له ودانه ب شو عم بيقولوا كلاغد بسد بيسدل له ودانه بيسدل له ودانه بيقول لك ومشان هيك ربوتاي لازم تمتم ات الليب لمعنى الشئ حياة وليس رع دائما بيخلي الليب يكون مسكر مشان دائما الزلمه يساوي على بيروت بيقول مصحف شيم مش مؤيل. اللي كان معنا امبارح بالليل تعلمنا انه في بالعولام ميدات الدين وفي ميدات الحجد والرحاميم ميدات الدين ربوتاي المدات الدين هو الجزيروت هو تسمسوم شو يعني السمسوم تسمسوم يعني لا سمسوم يعني الضوء العظيم النور العظيم تبع بوري علم مخبى هلا نحن كلنا بنعترف انه بوري علم موجود بكل العالم صح ملوخو لا ارس حتى اكسكيوز مي انه حتى بالوسخ موجود بوري علم حتى بالعبيروت شلون بنعرف انه حتى بالعبر موجود بالريع علام مشان زمان موجود شلون بيعطي الاول للزلمه يا سائل عبيرا سو so حتى هو وزلمة عم بيسائل عبيرا مين مين ما مين عم, بيساوي العب... عم بيساوي العب مين ما عم بيساعده بريع علم، مشان اذا بريع مو معه شلون عم بحرك ايده عم بيحرك رجليه عم بيحرك, بيحرك هيك شغلات معنا بريع علم معه وهي اكبر على فكره هي اكبر ساعه لبريع علام بيقول ما بكفي انت عم تسائل عبيرا عم تفوتني معك عم تخليني انا اساعدك تسائل على وما تستحي على حالك؟ الا في مدات الدين بالعالم، مدات الدين الجزيروت، برمنان السهروت، والنور العظيم تبع العالم مسكر. هي ربوتاي كلها جايه من شان الزلمه مثل ما قلنا ودانه مسدودين وما بده يشوف بعيونه الايميت بيقدر يشوف الأمات حواليه مع كل الناس اللي يعني عم بيصير معه لأميت. بس هو بذاته ما بتغير. بتعرفوا القصه المعروفه تبع الانسان اللي كان بقير السائل بالصحراء هو ورفقاته بالتور صاحبه ماشي معه وشاف هو شاف انه صاحبه اجى مثل حيه اللي فيها السم لفت حوالي رجلين لصاحبه ولحت موته رح تقرصه صاحبه بلش يقول شمعي السائل السيل اظناي له هيرو اظناي حد والحيه راحت صاحبه هذا اللي الحيه اجت على رجله على رجله دغري راح على ورجع بتشوبه لما هذا الزلمه عم يعني بيقول له القصه للحاخام قال له هيك هيك صار مع صاحبي راح على الشيبا ورجع بالشيبا قال له انت شو صار معك قال له الحياه ما كانت, عن رجلي. الحياة كانت عن ما على رجلي الحية كانت على رجله مو على رجلي بس يا بني ادم شفت انه هاد الزلمه قال شي مع اسرائيل الحياه راحت شفت انه بينه وبين الموت كان ثانيه واحده وشفت شلون انقذه ما انت ترجع بتشوبا. قال الا هي المشكله بعد يسر راع ليس راع موجود على القلب مثل دبانه كلش الدبانه راحت اكيد ما راحت ترجع راحت ما راحت ترجع هي يسرى كمو زبوب عم نفتحيها اللب بس اليسرى راع الربوتاي بيخليك تشوف الايمات بالعلام بس ما تفوت الايمات على القلب تبعك ليش ما تفوت الايمات على القلب تبعك على القلب منشان ودانك مسدودين منشان عيونك مسكرين ما عم بيخليك تشوف الايمات وبيقول المصحف شيء مش مؤيد مثل ما عندنا يسرى راع كل انسان في يسرى راع كبير بالعلام اللي هو اسمه عمالك هلا بوري عالم بيوصينا ببرشات بشلاح ما حو ام حائط زاخر تحت الشمايم لو تشكاح صح؟ هلا مين لك اليوم؟ عماليك مو شعب عماليك كمان مو شعب عماليك هو فكرة عماليك هو الأفكار تبعك اللي عم ببعدوك من بوري عالم كل شيء بالعالم بيبعدك من بوري عالم هو عماليك لو كانت الفيك نيوز لو كانت السوشيال ميديا لو كانت تم علام هي العملك بيوصيك بوري علام كل سنة يعني كل جيل وجيل كل يوم تمحي تزاخر عملك إيه من العملك ليش عمليك نعرف نحن عدده 240 سافيك يعني بشكل إن إنسان بوري علام كمان 240 عم بالشكل دائما عنده أسئلة على ربه منهم تجي هاي من تم في بالعلام بس ربو تابي يقول مصحف شيء مش مؤيل ليش عمليك إجا قبل متان تورا هلا عمالك إجا برشات بشلاح متان تورا كان برشات يترو ليش عمالك إجا قبل ما إجا بعد بيقول هي كانت من عم بوري علام خير وحسد لعم إسرائيل إنه عمالك إجا قبل ليش انفتحت السماء بمتان تورا فتحت شافوا العجائب شافوا شافوا الكلمات أنوخي ادوناي إلو هيخا اشيرو أسيتيخ من إسرائيل رؤيم إتا كلوت. رأيين التكولات شافوا اللي بنسمع وسمعوا اللي بنشاف شغلة عجيبة اللي ما صار بالتاريخ تبع عم إسرائيل ربوتاي حتى شافوا العجائب وانفتحت السماء وحكى معهم بوري لهم إذا عمالك إجا بعد ما تنتورا كان بياخد كل اللي شافوا وبيحطه بالزبالة هي القوة تبع عمالك لذلك قال بوري علام خلي عمالك يجي قبل ما تانتورا عشان اذا عمالك اجى بعد ما تانتورا خلص خلاص راحت على اليهود شفتوا ربوتاي قدس القوه تبع عمالك بالعلام قدش قويه وقدش بومه ما قدش بومه بالعلام هذا هو اللي راع على اللي بيسكر الودان بيسكر العيون وبيكمل الحخام بيقول في عنا باسوك ما قادلو مع سيخا أدوناي ما يكون مع محشبوتيخة هلا تصوروا طلعوا بالنهار وشوفوا الدنيا اللي خلقها بوري علام دنيا حلوه كثير الشجر والورد والشمس والسماء اه بدك بحر كمان والبحر ما ربو مع معسخه شيء ماءود مع ومحش بتهخه ما ولا واحد بيقدر يفهم الافكار تبعك يا بوري علام غميقه كثير الافكار تبعك وشو الباسوق بيجي بعدين ايش باع له يداع وخسيل له يبين الزوت يعني واحد تبيش ما بيفهم وما ما ما رضيان يشوف العجائب، شلون؟ إذا هلا قلت لي ما ربو مع الشام هشام، ما عم يكون مع ما معقولة في ناس اللي ما رضيانين يشوفوا إيه؟ مع كل اللي عم بيصير بالعالم في لسه ناس ما بدهم يفتحوا عيونهم يشوفوا الأمات إنه في توراة، إنه في بوري عالم، بتعرفوا ربوتاه هلا بنشوف من مصحف بيختم إلياهو ملحد ملحد يعني واحد اللي ما بيأمن بوري عولم، بيقول مصحف مختام إلياهو ما في شغله اسمها واحد ملحد ما في، هي هو اخترعه بذاته مشان مانو رضيان هو انه يحط القوانين تبع بوري عولم على كتافه. منشان هيك شو بيقول انا ما بأمن فيه، ليش؟ منشان شو أسأل يقول انا ما بأمن فيه ولا انا بأمن فيه وعنده كثير قوانين علي وكتير ضغط علي؟ ما بأمن فيه بالمره هي كلمة الملحد ايثيست كوفير ابيكوروس هن اخترعوها من عندهم ما في ما في شغلة اسمها ابيكوروس هو عم بيخترعها ليش مش ما عمانو... شو شو اه اوكي هذا الايش باع له يا اذا عندك سؤال سؤال هذا ايه هذا الايش باع له يا ما رضيان يشوف مع ربو مع سيخه شمي عم يكون مع ايش اجا بوري علام لعشت ما ملك عمره شموه ملخ 12 سنه قال له بوري علام لشموه ملخ بالمنام قال له اسال وطلب شو ما بدك بدك مصاري بدك قوه بدك جمال بدك كابو شو بدك بيقول له شموه ملخ اسمعوا الكلام بين عبد عبدخا لب شوميع أعطي لخدامك قلب بسمع ليش بوت مشان انا حكمون لهابين بين توب لراع عشان اشوف الفرق بين المنيح والبوم ليش كي وخال يخال عم عم يخاها كبد الزي مين عم بيدعي على الشعب العنيد ما حدا بيدعي على الشعب اليهودي ما حدا بيسالوا الحخامين ليب شوميا قلب بيسمع اخر مره انا شك... شفت الودان بيسمعوا حدا بيسمع من قلبه الا بيقول شو مالك اعطيني الكلمات الصح اللي يقولون انه يفوتوا بالودان يفوتوا على القلب مشان اذا ما انا بعرف شو اقول بدل اقول له من هون بكرة بس مثل ما بيقولوا بفوت من هون وبيطلع من هون اعطيني الشغلات رب بيقول شو ما اعطيني شغلات اقولهم يضلوا بالمخ بعد ما يضلوا بالمخ ينزلوا على القلب penetrate in the heart يفوتوا على القلب ليف شو على هي بيقول مصحف حخمه ومسار طلب يهودا يحكي مع يوسف بعد ما يوسف برشات ويجاش اخذ بنيامين وقال بتخلوا بنيامين هون ما ما بيطلع معكم قال له يدبر ناد عبد خد بار ادوني خليني احكي بودانك بيقول مصحف حخمه مسار اتو هم دبر لحبه رو يدبر واحد بيحكي مع صاحبه من ظهره من رجله من إيده خليني احكي بودانك وين بدك تحكي؟ بيقول مصحف حكمه مسار امنام على البي روب اذا نحن بنشوف الروب الماجوريتي ماجوريتي بالعربي اغلبيه الدنيا هَأُزْنَايِمْ اوزنايم اتوموت الودان مسدودين مسكره خموها لحا ها أُزْنَايِمْ اوزنايم لنا كوتا. حبيبي لازمك كيوت بمناح مو كيوت ب 99 سنت اللي بينكسروا بودانك لازم كيوتيب مناح كيوتيب براند ما تروح لافتر ماركت روح للاولي ام براند الكيوتيب نظف ودانك منيح اذا ما نظفت ودانك منيح كل اللي بيحكوا معك ما رح يفوت بودانك وما رح يفوت على قلبك هي عم بيقول له يهودا ليوسيف اذا بينا عبد بأذنه باذني ادوني خليني احكي بودانك المعنى كلامي يفوت وسط ودانك بيقول دافيد الملك بالتهليم زيبح من لو حفاتستا وزنايم كاريتا لي علا في لو شقالتا يا بوري علام انت ما بدك كربانوت ولا ولا بدك غنم ولا بدك بقر بدك شغله وحده شموع بدك الزلمه يسمع لك ليش؟ هلا ليش الزلمه يجيب كربان؟ من شأن سوا عفون بس اذا سمعنا لبوري عالم بالاول ما لازم يساوي العبون تجيب الكربان شو احسن؟ يكون وفر المصاري فيري جود سو احسن يسمع هيك عم بيقول دافيد الملك انت ما بدك ذبح حاء ما بدك علالو ترتسي شو بدك؟ اوزنايم كاريتا لي اعطيتني ودان ليش ودان اسمه ودان ربوتاي؟ اوزنايم بالعبراني ليش اسمه اوزنايم؟ من كلمه ايزون ايزون يعني بالانس يعني وزن لازم تعرف شلون انت بحياتك تمشي بدك تمشي انت للبلاخاء ولا الكيالاء مو ببوري عولام بايد بوري عولام مو ما بيجبرك انت بتختار بايدك هي اوز ازنايم, أزنايم كاريتالي بوداني انا بختار اروح للمطرح المنيح وبوداني بختار اروح للمطرح البومبر منان بس شو بي بوري عولام ري انوخي بدي اياك تشوف كلمه انوخي وين موجودة كلمة أنوخي؟ على السيد البيروت أول كلمة أنوخي أنا ما بقول لك شو تساوي ما بجبرك وأنت باختيار بخ... بخ... بإيدك بس الصيحة رأي أنوخي طلع بتذكر أنت شلون كنت بما تنتظر مثل ما قلنا قبله بتذكر شلون كنت قاعد آه هونيك واقف وشفت العجايب والسما انفتحت وشفت بوريو عم حكى معك وجلى عليك شفته رئي أنوخي تذكر انه دائما ترجع لهال لهالستيت، لهالمرحله لهالنقطه هي نصيحه مني بالاخر انت بتساوي شو ما انت بدك بيقول السابا مكلم بيقول كان في واحد سكران بايده الانينه هو وسكران بايده الانينه وعم بيشرب بيمشي بيضحك بيوع بينجرح بيقوم بين وبايده الانينه بيمشي بيضحك بيوع بينجرح وبيقوم يا ترى هذا الزلمه بيوقف يضحك ليوع ليش؟ بيقول العين عم بيشرب شلون بيوقف انه يضحكه ليوع؟ خد الانينه يا تخلص الانينه يا كسرها يا على جنب بيقول السبب ميكانم نحن اللي حنضل نساوي على بيروت اذا الـ اذا المدوت راعوت وسطنا اذا اذا ودانا مسدودين مسكرين نظف الودان نظفهم منيح بعدين ايه من مدات راعوت ما عاد عند السكران ما بتضحكوا ما بتوع اما طول ما في انت عندك مدات راعوت اللي يعني ما بتشتغل على حالك وهلا الوقت رأيه لما تشوف رأيه قالوا لي جيع قالوا لبوتايموس اي شبات يوم الاحد يوم الاثنين ثلاثة اولاد سليحوت قالوا اجا يوم الدين اجا بتشري حجبونا نفش اجا مين مين كان بيتصور السنة هيك مرقت هيك مرقت السنه انا بتذكر لسه كم... مثل امبارح كنا عم ناكل الرمان مثل امبارح كانت رمان لا بس امبارح كنا عم ناكل الرمان اه هيك هيك روبوتاي كله بيرقد شوف روبوتاي شو بيقول مختام مقلياو بيقول مختام مقلياو هالشماي مسبرين كبود ايل ومع سيداف مجيد هراكيا السما بتحكي العجايب تبع بوري علام وبتفتخر وبتف... هي بالعجايب تبع بوري علام اخر مره انت سمعت السماء البير انت اخر مره سمعت السماء انت سمعت السماء بيقول لي بس قال لي هالشمايم مسبريم كبود ايل تفتخر وبتقول عجائب تبع امتى اخر مره حكيت؟ اسمعوا شو بيقول اما الشمايم مسبريم اذا السماء بتحكي بهراكيع و... مجيد وهيمين مدبروا والماء بتحكي איך אפשר שיהיו בני אדם שלא ישמעו ולא ידעו? שלום פינס, מה הם ישמעו? הלאה, מה סלאם, פי כמר, אנא? אללה, בתשוב. אנא כמר משנה פרקי אבות, פרק ו'. כל יום ויום בת קול יוצאת מחורה ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום ויום פיסות בטלע מן הר סיני אל ביאול חרם עליהו לנאס, למה בתחלמות תורה. بيقول بعد شيم سمعت الصوت اخر مره حتى بالمنام بتسمع الصوت امتى سمعت الصوت اخر مره بيقول بعد شيم الصوت عم بيطلع كل يوم عليك انت تختار تسمع الصوت ولا لا وسط النهار ربوتا اللي احنا عم نشتغل وسط النهار ما تلاقي غير اجتنا فكره بالمخ وبالقلب نصلي منحة ما اجى على بالنا نصلي منحة مشان اليوم كان كثير بيزي ما اجى على بالي اصلي منحة بس فجأة كأنه عندي فكرة أصلا منحة منو اجت الفكرة لبوتاي من هالصوت تبع سيناي اللي عم بفوت لي بوري علام، مرة عادي عم تطبخ عم تطبخ تقول لحالها ليش ما قدرنا لها صاحبتي؟ منساي بكور حولي، بنروح من المستشفى منزور الناس اللي قاعدين من بالمستشفى، منساوي تشاينيز اوكشن، منساوي سايب سيل، من, من, من وين هالفكرة اجت؟ هالصوت اجى من وين؟ من هال سيناي، صوت عم بيجي عليك تختار تسمعه ولا لا؟ قاعدين باروخ هشام كلكم هون بالشعور ليش جيتوا على الشعور؟ عشان في اكل بعد الشعور؟ لا لا من سمعتوا الصوت مو التكس مسج سمعتوا الصوت الصوت وسط نهاري اللي قال لكم روحوا على الشعور روحوا على الشعور بس في ناس بيسمعوا الصوت بس بيطنشوا بيقول مختام الياو أو منام علام لو هيا مي هو أبيكوروس بإيميت، ما في واحد أبيكوروس ملحد ما في بالعولام ليش؟ كل ميش كل واحد يعني ما بيعترف بالربو يا داع بفنين كيرب لبو شمت هو من إيميت بيعرف إنه في أمات بس عم يعني بيختار ما يسمع الإيميت وما شتو عين شي إينو رؤيف إينو إذا بيقلك ما في بوري عولام أستغفر الله وما في توراه היינו שאינו רוצה לראות ואינו רוצה לשמוע, هو عم بيختار ما يسمع وعم بيختار ما يشوف. ما في ملحد. عنده كثير اسئله وما حدا عم بيجاوب على الاسئله تبعه بيقول لك احسن شيء طنش واحسن شيء اترك كل شيء. بيقول مننا بنشوفها هي اول ملحد بالعالم ربوتان مين؟ اول ملحد بالعالم ربوتاي مين كان؟ <تصفيق> <تصفيق> اول ملحد بالعالم مين كان؟ حد بينو حزب السلام لا طب انا بقلكم لكم اول بقول لكم اول ابيكوروس بالعالم كاين هو <أكدث> <أكدث> <باروح> الشيم قلتها <applause> قلتا الشيم بعطيك أكثر اجرول بعدين ربوتاي <applause> 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 ليش كاين كان اول ملحد بالعالم كاين ها أه؟ لا هي ملحد واحد بيقتل ثاني ملحد ايثيست هي دازنت بليف ان جاد مو مشكله بروح هشام بروح الشيم, الشيم. كان يربو كان يربو كان يربو ربوتاي كاين بعد ما جاب الكربان تبعه وشاف انه بوريعه لما اخذ له الكربان اجى لعند هابل وقال له لهابل امر ليت دين دي ليت ديان دي ليت علام احرون ما في لا قاضي ولا بيت دين ولا علم با ساوي شو ما بدك يا اخي بيسال مصحف مختم الياهو كاين حكى مع بوري عولام بوري عولام حكى معه مو بس بوري عولام حكى معه أول واحد اللي طلع الفكرة تبع الكربانوت كان كاين مع أنه هو جاب الكربانوت الزبالة تبعه الخضرة الزبالة تبعه بس أول واحد اللي فكر بالكربانوت مو أدم أول واحد كاين سو شلون بتقلي أنه كاين اللي حكى مع ربه وهو اللي فكر بالكربانوت بيقول أنه ما في قاضي وما في بوري عولام بيقول لك تعرف ليش؟ كاين كان عنده مدارة عابومة اللي عم بتسكر له ودانه وعيونه كان كاين بخيل ميت على الدنيا ليش؟ كاين عندك انت الحقلة والبستان ما في غيرك فلاح بالدنيا وما في غير أخوك راعي غنم بالدنيا وعندك البردقان وعندك التميروز والخيار والكوسة وعندك الترخون ترخون والرشاد وعندك الفجل بتروح بتجيب له لبوري علام النعناع كمان بتروح بتجيب له لبوري الخضرة الزبالة حبيبي عم تسمع أبو رخشين عم تسمع منيح عم تسمع بتروح بتجيب له لبوري علام الخضرة الزبالة تبعك انت انسان بعيد تشيب انت انسان بخيل والمدارة عاتب تبع البخل تبعه ضلت وسطه وما خليته انه هو يعترف ببراع وضل يسرع عم بيلعب على بالآخر، الاخر قاتله لاخوه وهو نكر بكل الدنيا وهو كان اول ملحد بالعولام شفتوا ربوتاي تايل شو مع الانسان كاين كاين كان كاين أعلى واحد من حكى معه بوري علام لكاين بيوم من هالشام لكاين بوري علام حكى مع كاين بيروح من اعلى مدرجه لاوطى مدرجه مشان عندهم ميدوت رعوت اللي ما مستعد انه يسمع ويغير حاله بيقول ربوتاي بيقول ال... شو اسمه البنش هاي بيقول بنش هاي بمصحف تبعه على ابو ابوت حزدي ابوت بيقول قديش مهم انه واحد يصلح المدوت ويقيم منه المدوت رعوت. بيقول كان في اثنين حمير ماشيين بالطريق وهلا مرقوا قدام النهر وبيعرفوا انه لازم يفوتوا وسط النهر عشان يروحوا للجنب الثاني حمار واحد كان على ظهره تقل سفنج سبنجز سفنج والحمار الثاني كان على ظهره ملح اللي فات وعلى ظهره كله سفنج شو صار؟ تقل وتقل وتقل من كتر السفنج تقل بالمي وتاني على يعني ضاله كان ملح داب الملح وقدر يفوت ويطلع بيقول نفس الشيء زلمة اللي عندهم ميدوت بهالعولام، بهالعلام الميدوت رعود مثل السفنجة بتضل على جسمه وبتاكله جوا 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 بتغرقه بهالعلام إذا عم تغرقه بالعلام ما بده يطلع من هالعلام يروح العولام ب شو تساوي كومة الثاني ما بدي أقول الحمار بس كومة الثاني اللي عنده الملح على ظهره اخلي الملح يدوب المدات راعات عندك يا هون كبهم بالطريق الأنينة اللي عم تسكر فيها كل الوقت ايما كسرها الأنينة من ايدك كسرها ايما المدات راعت ربوتاي نحن بنعرف انه رأي رأي البرجات تبعنا راشتة بوت رأي ايلول هي جيع شهر ايلول اجا ايلول راشتة بوت الف لامد فاف لامد راشتة بوت اهوب لماتا ذاهب لمعلى اذا انت بتغير المعاسيم الراعوت تبعه تبعك هون معاسيم الراعيم وبتغير حالك وبتنظف حالك هون لماتا بعدين بوري عالم بيحبك فوق لمعلى هي اذا غيرت حالك اما اذا زلمه ما غير حاله نفس الالور رشيت بوت اوي لو واوي لنفسه حرام عليه وحرام على النفس على النشمات تبعه عم بيعطيك بوري عالم عم بيعطيك هلا كارت هزمنا عم بيعطيك هلا عم بيعطيك عزيمة حبيبي ما عم بفوتك أنت على البيت دين فجأة عم بعطيك 30 يوم عير حالك اسمع بودانك وقيم من الدوت رعوت عليك تختار بالآخر كله بإيدك تذكر بوري على ما بيجبروا اللي ما منيح ما بيجبروا يساي بوم كله بإيدك ترجع تعرفوا ربوتاي قديش مهم هلا كان بأيام زمان لما يساووا مبرخيم حودش ايلول مثل ما الشبات تبعنا بيطلع الحاخامة الحزان مبرخ مش براخ مش عسان يسين ابو تين ومسلم قالام بسمان لانوش حدش ايلول لما كانوا بايام زمان يسمعوا انه حودش ايلول جايه كانوا يخافوا ويبكوا ويعرعوا ويغيروا الاواعي تبعهم كان في واحد حيان جندي تبع ال النيكولاي نيكولاي جندي تبع نيكولاي ماشي بالطريق شاف واحد سكران ماشي بايده الانينه غير سكران مو هذا نفسه غير سكران كلهم سكرانين الليل الحمد لله شاف سكران بايده الانينه قال له واقف عندك شو اسمك وين الهويه ما سمع قال عم بقول لك كمان مره واقف عندك شو اسمك وين الهويه تبعك قال له انا عم بقول لك باسم الملك نيكولاي انا جندي تبعه وقف عندك شو الهو... شو اسمك والهويه تبعك اذا لا بقوصك سكران رح يسمع سكران سكرين ودانه أوصوا برجله زلمه قوص برجله ونام تاني نهار فاق هالزلمه بعث له عزيمه للبيت الدين لهذا الجندي تعال بيت الدين ليش يا ترى أوصني برجلي اجى القاضي قال ليش قوصته برجله انا قلت له انا جندي انا نيكول تبع نيكولاي لازم توقف وهو ما رضي اكسكيوز <applause> مي بيجي السكران بيقول شو بدك فيني؟ ما شفتني انه انا السكران وسكران ما بيسمع وما بيفهم قال له جندي حامعك معك بس اذا انت سمعت انه انا جندي تبع نيكولاي الخوف تبع الملك لازم تفوت وسط قلبك وتخليك توقف عن توقف وتصحى انت سمعت انه انا جندي تبع نيكولاي وتكملت انت بطريقه تبعك هذا المهشان ان مشان نحن رح نسمع هالشبات ربوتاي مبرخيم حودش ايلول حودش ايلول رح يجي العزيمه عم تجي عم بيقلنا بوري علام كل واحد بعد 30 يوم بعد حودش ايلول رح يوقف بيوم الدين يوم الدين اللي كل العالم يهودي ومو يهوديين واقفين قدام بوري عولام مثل الغنم مثل الغنم شو بيساووا الغنم؟ الغنم اللي بدهم اياها بيساووا والغنم اللي ما بدهم اياها برمنان ايه برمنان نحن اذا نحن بنعرف اليوم الدين اللي عم بيجي علينا بيجي كمان شوي 30 يوم كنا بنكون خايفين لكن عم بيقول لك بوري عالم رئي انوخي طلع انت على كلمه انوخي بعسد بيروت غير المعاسيم تبعك ربي اسحاق بلازر زيخ صديق في كادوش براخا كان عنده المنهاج انه كل حدش له ما يحكي شو عم بيعرف اذا متى ما حكى لشنراء عم بيسمع شغلات ما لازم. كل حدش له ما بيحكي صدف انه بحوش ايلول راح هو مع مرته مع دكتور عند دكتور مرته لازم تروح عند دكتور هو راح مع مرته مرته ربوتاي كان عمره 30 سنه هو عمره 70 سنه مشان مرته الثانيه اول مرته ماتت مرته الثانيه فاتوا عند دكتور والدكتور عم بيحكي مع المرا هو عم تد عليه عم بيحكي مع الحاخام الحاخام عم طنش بالاخر اجى الدكتور لعند المرا قال لها يعني انا I'm sorry I feel sorry for you إنه أنت جوزتي واحد أطرش I'm sorry جوزتي واحد أطرش واحد أخلص I'm sorry ما عرفان دكتور إنه هو الحاخام ما رضي يحكي بحودش إيلول كمان مو علينا إنه كل واحد يصوم في ناس بيصوموا بحودش إيلول في ناس بيسهروا أكثر بالليل بحودش إيلول في ناس بيعطوا أكثر صدقات بحودش إيلول كل واحد عليه هو بيعرف شو يساوي بس ما بده الواحد يملك كل حودش إيلول ما يساوي شيء ودول مطنش مثل ما كان وصل السنه لازم يساوي مع س يغير حاله ربوتاي بس ليش الباسوك بيقول لي رأي انا وخين وتين هيوم كلمة هيوم يعني شو اليوم بس اليوم بيعطيني بوري علام انه اختار بين المنيح والبوم الا بيقول مصحف بكوري ابيب كل مرة مكتوب هيوم يعني الشمس الشمس بتضوي بنهار صح هيوم يعني الشمس بيقول انت شوف شغلة عجيبة تبع الشمس الشمس نفس القوة واحد بيقعد تحت الشمس بيحترق خذ قميص اللي خسلته وكله مبلول تحت الشمس بينشف نفس الشمس نفس القوة تبع الشمس لهات تعطي كلالا ولهات تعطي براخا بيقول بوري عولام رئي أنا خينه نوتين نخيم اليوم وكلالا أنا ما عم بعطيك ما عم بجيب تساوي يا منيح بجيب تساوي بوم كله بإيدك مثل الشمس عندها القوة الاثنين زلم غير شيء نفس الشيء انت تسمعني لي كلام تاخذ براخاه مثل القميص نشف بالشمس بر من الواحد ما بيسمع كلام علام كلا لا بيحترق بل من بيقول لك لو انه تنفخ لا او لا هلا بعطيكم شغله غميقه ربوتاي بيقول مصحف تفقرت سي بي علام عنده عنده 72 اسم 72 اسم وكل اسم تبع بوري علام عنده ثلاث احرف. مثلا بوري علام عنده اسم يود لام يود اللي بيجي من رشيت بوت آشيم لاورخ يمين. بيجي من تاف خاف هي من سوفيت بوت والخانه اي لهودوت. في اسم بي الف يود تبع بوتاحت يا ديخا. في كثير اسامي 72 يعني اسم. الاسم ال 69 تبع بوري علام الاسم ري رش ريش الف هي. هذا الاسم من واحد من 72 اسم تبع بوري علام بيقول مصحف في اريت سيبي ليش؟ ليش؟ جود 69 اسم من 69 وكل اسم عنده ثلاث احرف قديش 69 تايمز 3؟ 217 قديش عدد رئي؟ 206 مع كلمة ر رئي 207 207 69 تايمز 3 207 207 كلمة رئي 206 مع كلمة رئي 207 بيقول لك إذا أنت بأمد بدك إنه بوري علم يساعدك ترجع بتشوبا بيعطيك بوري علم واحد من الأسامي تبعه اللي بفوت لك كلمة رئي اللي هو 206 مع كلمة رئي 207 مشان شو كمان 207 أور ألف فاف أور بينور لك الطريق بيدوي لك الطريق هي إذا أنت بدك إنه بوري علم يساعدك إذا ما بدك اختار اذا بدك بي... <applause> عجبتني هي عجبتني هي عجبتني ها انت بتختار بدك بوري على مساعدك بيساعدك كل هارود من الشمائم مساعين بيدو مساعين بيدو هبالي تاهر مساعين بيدو بدك انه يساعدك بوري علم بيساعدك هبالي تامي بوتحين له بدك تساي على بيروت خبط ملا ما ناقص الدنيا على بيروت على فكره ما ناقص كل زاويه بكل زاويه في كلاب بكل بيسمنت في كلاب كلاب نفس الشيء كلاب كمان كلاب وكلاب نفس الشيء نفس الكلمه نفس الشورش ايه تختار شو ما بدك بس ابدا ما تقول انه ما, ما ساعدك بوري عولام بدك انه يساعدك بيساعدك بوري عولام ربو تاي في قصه مع واحد حاخام اسمه رب ايزك بكراكاو هو عمر كنيس بكراكاو لحد اليوم وعمرها بالمصاري اللي هو لقاها اسمعوا شو لقى المصاري كل ليلة كان هو يحلم انه اذا هو بيروح لبراغ لتشيكوسلوفاكيا من تحت جسر هونيك في الماس وفي كنز اذا هو بيحفل من تحت الجسر بيلاقي الكنز وبيقدر هو يكون واحد غني كتير هو وين ساكن بكراكا يعني ببولند لازم يروح لتشيكوسلوفاكيا بايام زمان بلا طياره كان بعيد كثير ليله واحده حلم الاحلام طب ثانيه ثالثه جماعة عم بيحلم احلام قال يمكن وفرجوه بالحاله الجسر قال لازم اروح لتشيكوسلوفاكيا طب راح لهونيك وقعد هو باوتيل قال بقعد وسط النهار بالاوتيل بالليل ما في حدا هونيك بروح بحفر باخذ الكنز ليله واحده هو راح شاف الجنود تبع الملك قاعدين هونيك شو ما شو بدي اساوي هلا طب ليله واحده يمكن قاعدين بكره ما بيجوا راح تاني نهار وصل النهار قاعد بالاوتيل عم بيساوي شو ما لازم يساوي بالليل يجي بده يحفر قاعدين الجنود والجنود عم بيشوفوه عم بيراقبوه قال لحاله ما بدي ارجع على بيتي بلا الكنز عم بيفرجوني من الشمايم بعد الرابع ليله راح لهونيك من غير ما حدا يشوفه بده يبلش يحفر شافه واحد جندي واقف عندك شو عم تساوي؟ قال لك ما رح تصدقني قال جربني انا انا حلمت انه انا ساكن بكراكا انا حلمت انه اذا بدي اجي لتشيكوسلوفاكيا انه من تحت الجسر وفرجوني الجسر بالاحلام من تحت الجسر في كنز وانا جاي احفر الجندي قال له لهذا زلمة ما نو عرفان اسمه قال له انت بتصدق المنامات تبعك الحلموت تبعك وانا حلمت كمان امبارح انه اذا انا بروح لبيت واحد اسمه ربيت اسحاق من كراكاو من تحت البلاطه تبعه من تحت الافن من تحت الفرن تبعه من تحت البلاطه في كنز انت مفكرني انا راح اروح من براغ من شكر راح اروح لكراكا تاحفر شو انت مفكرني مجنون هو فهم انه من الشمايم وين بده يروح الكنز من تحت بيته ربوتاي راح لبيته عامل الفرن من تحت البلاطة كل كنز موجود وأخذ المصاري وعمر الكنيس شو المعنى تبع يا ربوتاي البراخة من تحت إيدك يا ابني البراخة بإيدك عليك تختار إذا بدك تحفر وتجيبها ولا ضل طنش عند بوريع علام ما بيجبرك عند بوريع علام البراخة موجودة بدك تأخذ البراخة موجوده ما بدك تاخذها روح لشيكوسلوفاكيا، وعود هونيك روح لكل البلاد ما رح تلاقي الكنز عشان الكنز قاعد وسط بيتك ربوتاي ربوتاي بس عم بيعطينا بوري علام كمان وعد عم بيقول اكثر من اللي بعطيك هذا اذا بتسمع لي كلامي انا بساعدك بحياتك هلا بقيمات اكبر برخاء اللي واحد بيقدر ياخدها من ربه هي مو المصاري ومو الاولاد ومو المرا ومو الصحه كمان هي انه يعرف انه بوري علام موجود معه دائما مشان يعني اذا موجود معي بوري علام دائما في شيء ما بعيد من عن بوري علام اذا بوري علام موجود معي بيعطيني الصحه وبيعطيني المرة وبيعطيني الاولاد وبيعطيني المصاري عم بيقول بوري علام رأيه انوخي بتعرف شو بدي اياك تتذكر؟ انا موجود معك دائما وما بتركك بيقول ربوتاي رب بيقول الحاخام رب اوردمان من عراخيم عراخيم هي باسرائيل بيرجوا عالم بتشوبا رب اوردمان بيقول قصه على واحد رجاله ومرته اللي اجوا بدهم يرجعوا بتشوبا بعد ما ساووا كثير عبيروت رجعوا بتشوبا وبقيت فعلا سووا كل التوراة وشملوا التوراة وسووا المزفوت أما المرأة كان عندها من بوم المرأة كان روح علبها تدخن ربوتاي المرأة قاعدة هونيك ورجعت بتشوبا تعلمت تورا بس عندها مشكلة انها بتدخن. تدخن وامتى بيجي لها الكريزة تدخن يوم شبات وصل الجمعة مع انها بتحب تدخن وصل الجمعة ما بتدخن بيجي يوم شبات ياسر راعي بيشتغل بده يخليها تدخن ما انا, عارفة أنا شو تساوي هون رجع بتشوبا وعم ساي كلمة زفوت التوراة هون بدخن تدخن يوم شبات قالت له جوزة روح لعند الحاخام سأله شو بنساوي الحاخام جوزة راح لعند الحاخام قال له حاخام هيك هيك المشكلة مرتي وصل الجمعة ما بيجي لها الشهوة تدخين بيجي يوم شبات بتدخن قال له الحاخام شو المشكلة شو انت مفكر رح يصير مع وحدة جويا اكيد رح تدخن يوم شبات قال له مرتي جويا مرتي مو جويا شو عم تقول حاخام قال آه روح 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 شكك روح شكك اذا مرتك بقيمت رجعت بتشوبها يا هي يهوديه بالاول ولا لا؟ ليش؟ مشان الجمرة بتقول جوي شي شابات حياه بميتا جوي اللي بيشمر شبات حياه بميتا سو قال الحاخام من الشمايم من الشمايم عم بيقولوا لها لمرتك تدخن يوم شبات عشان هي مانا يهوديه اذا هي شمرت شبات برمنان بتموت لأخير من الشمال عم يساعدوها عم بيساعدوها, بيساعدوها كانه انه تدخن رجل عن مرته قال مرتي هيك كل القصه شو نساوي؟ شافوا ربوتاي انه ستة لما تغيرت ما تغيرت بايمت 100% غيرت عن واحد روحي طبلي مرتين بالمكفي اعطيني 100 دولار تغيرتي لا ما تغيرت بايمت طيب الآخر بايمت تغيرت والشهوه تبع الدخان يوم شبات راح من الشمائم بيساعدوا للزلمة اللي بده يرجع بتشوباه يكون منيح من الشمائم رئي انوخي نوتين في الخير بس أمتى أمتى بيساعدك بيقول بوري علام اذا ناوي تفتح ودانك تقيم الوسخ اللي وسط ودانك ناوي بساعدك اذا مالك ناوي اذا مالك ناوي مو الله يساعدك انت ساعد حالك مشان ما حدا بده يساعدك ربوطاوة بهي خلص وبهي من نخلص ربوتاي الليلة الميعاد تبع رب مشولام فيشلاوي لاوي الربي متوش من كندا زاخر صديق في كادوش براخا ربوتاي مع انه نحن سفارديم بس لازم نتعلم نحن التوراة والأطرة تبع كل حاخام لو كان أشكنازي لو كان لتائي لو ما بتفرق واحد بتعلم توراة وبيعلم توراة نتعلم نحن الأفعال المنيحة تبعه هذا الربي ربوتاي ليله كتير مهم هذا الربي كان بيج باع الحيسد كان يعطي كثير صدقات يجوا لعنده بكندا كان باوبراين كندا بشي مطرح بكندا يجوا لعنده يعطيهم صدقه من غير ما يسال من غير ما يطلع عالم يحطوا له ظروف على البنك تبعه على تبعه مع مصاري يعطيها لواحد ثاني ويساعد ناس بالحيسد مره فات واحد لعنده قال له حاخام بدي اياك تساوي لي بديون نافش بديون نافش هيل ظرف مع المصاري حطيته على الطاولة والحخام سواله نفش وطلع الزلمه، الزلمه هذا عم بيحكي بلمه مع ناس برا وبده يروح ليرجع لبيته شافه واحد قال له تقدر توصلني على المطار بدي اروح على المطار جيت انه اخذ برخم من الحخام قال له مو مشكلة، انا رايح على المطار كمان انت عم بروح مع بعض هنن قاعدين بالسيارة الزلمه اللي عم بيسوق شاف صاحبه اللي عم بياخده بالسيارة عم بيفتح ظرف عم بيعد مصاري نفس الظرف اللي هاد الزلمة اللي عم بيسوق حط تبعه قال شوف من الشمايم هاد الحخام قافل ما بيطلع على المصاري الزلمة اللي لازم المصاري بتجينا المصاري قديش لازمه بإيديه من الشمايم ما بتفرق معهم المصاري مو مثل الناس اللي حرام نقول عليها اللي يروح المصاري بس هاد الحخام ما بتفرق معه مصاري اللي واحد لازمه معتز بيعطيه مصاري بيعطيه صدقة بيساعده كمان قصة واحدة مشان زي خوتوتا جيم بعدينه في قصة وبهيم بنخلص في في فيديو شوفوا في فيديو على اليوتيوب فيديو حلو كتير مرة طلع هو بالطيارة ربي ميتوش زي خوتوتا جيم بعدينه طلع بالطيارة مشان يروح لمطرح وحطوه بفيرست كلاس قدامه كان في مراية هو يطلع بالمراية ويقول له زلمة قدامه مبين إن انه في واحد يهودي هون كمان تعال جيبه لعنا انه هو يقعد معنا متعلم توراه معه حاخام هاد انت قال له شو هاد انا بلش يدق الحاخام على المرايه بحياته ما بيعرف حاله بحياته ما شاف حاله بالمرايه ما بيعرف شو منظره مش انا ماني جاي على الدنيا تاشوف شو منظري ولا اشوف شو انا الكابو تبعي بيقدر يتعلى بهالعلم جاي على العلا مشان اساعد واحد ثاني، اذا في واحد ثاني هونيك اللي هو ذاته، في واحد ثاني هونيك قاعد عم يتعلم تورا، جيبه لعندي بس حخام انت هاد، ها هو 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 انت انت هو. هدول حخامين ربوتاي، هدول حخامين اللي ودانه مو مسدودين، هدول حخامين ودانه نضاف، اللي بيتعلموا تورا، اللي بيعلموا تورا، اللي بيسمعوا كلام بوري عولام، ايتا براخا اشر تشمعوه. بدك سمع اسمع كلامه لبوري علم هيك بده منك بوري علم بوري علم يزكينا انه الشعور يلي علون شمات موشي باللطيفة روح عشم تنحينه بقن عدن هي علون نشمات موشولام فيش لاوي ربي متوش زي خسديك صديق البركة يفرج علينا بوري علم يعطينا بركة هتسلحة عوشد وخبود ناحد ميلادين شلون بيت بعزت الشيم ويفرجينا أحلى هدية لما يبعثنا ماشي سيد كينو ويعملنا بيت المقداش ويعطينا لكلنا أية براخة أشي تشمعوا باروخ أدنى لعلام أمين زي أمين